في الدقائق المقبلة سيكون غادر، سيكون صعب التقبل. يجور كرة السير، الهدف القادم، الهدف الصعب التقبل، الهدف الذي يساوي الذهاب في مباراة الدادي. ابن الأمس الذي تمرد اليوم على الأصول من خلال هدف جميل، هدف رائع في آخر توالي المواجهة في الوقت بدل الضائع. محسن يجور يسجل هدفا غاليا في مباراة الديربي، يحسم الديربي في آخر الدقائق. كما قلت الأصول لم تنفع في منع هذا المهاجم من بلوغ مرمى الحارس. خالد العسكري، هدف جميل وجميل جدا. بنيتو فلوروسينز، تكلمت عن الكوتشنج الموفق هنا.